بسم الله الرحمن الرحيم. تقديرا مننا للناس اللي بدأوا معانا الدورة خلال أول سنة، قررنا نعمل ليهم سحب خاص على 10 مشتركين. منهم 9 هيحصلوا على باسورد مجانا، أول 9 من الفائزين دول هيحصلوا على باسورد مجانا، وواحد منهم هيكون ليه 2 باسوردز هدية. هنبدأ بمتسابق رقم 10 أو بالفائز رقم 10. محمد عوني الفائز رقم 44 ليه باسورد هدية. مصطفى شرقاوي رقم 29 ليه باسورد هدية. كده يبقى الفائز رقم 8 اللي هيجي عليه الدور دلوقتي. اسلام السيد رقم 60 ليه باسورد هدية. احمد الهواري ليه باسورد هدية متسابق رقم 53. تامر منصور. 13 ابو عمرو المصري ليه باسورد هدية. 16 ليه باسورد هدية. محمود ليه باسورد هدية رقم S108. كده متسابق رقم 2 أو الفايز رقم 2. دينا نجيب رقم 87 ليها باسورد هدية. المتسابق الجاي ده ليه 2 باسورد. محمد قشطة ليه 2 باسورد هدية لكورس الريفت، يشغلهم على جهازين ليه أو يهديهم لأحد أصدقائه. كذلك برضو باقي المتسابقين، الباسورد ده خاص بدورة اوتوديسك ريفت ستراكشر بروفيشنال اند اكسبيرت، ليهم الباسورد ده شغلوه على جهاز تاني ليهم، جهاز الشغل أو جهاز خاص بيهم، أو حتى يهدوه لأحد أصدقائهم. ومبروك للفائزين معانا. وللحصول على الباسورد الإضافي هيبعتوا كلمة سحب بالعربي للصفحة اللي هي المصري تريننج فيديوز، وإن شاء الله الصفحة هتواصل معاهم بإرسال الباسوردز الخاصة بيهم.